اسمح من رحيم لغة فرنسية سنة أولى إعدادي نستأنف مع الصفحة رقم 67 نبخونو لاباج 67 et nous prenons l'illustration qui se trouve au-dessus qu'on montre l'illustration. Idem, ماذا توضح هذه الصورة. Idem, si nous prenons l'illustration qui se trouve au-dessus, comment montre-t-elle? ماذا توضح? Qu'on montre l'illustration qui se trouve au-dessus. Idem, ماذا تمثل الصورة الموجودة أعلى? Idem, ماذا تمثل الصورة الموجودة أعلى? Comme nous le voyons, l'illustration montre un oiseau transportant une lettre dans son bec. L'illustration montre un oiseau transportant une lettre dans son bec. Et dans l'illustration, يعني الصورة, l'illustration ممكن أن تعني التوضيح. تأتي من فعل illustrer, يعني وضحها. Et dans l'illustration, هنا المقصود به الصورة. Montre, et dans الصورة توضح, un oiseau توضح طائرا transportant, ناقلا. C'est le verbe transporter. Transporter المقصود بأنك تنقل. Une lettre, إذا ناقلا. رسالة dans son bec. في منقاره. Le bec المقصود به المنقار. L'illustration montre aussi. إذا الصورة توضح أيضا un avion. توضح طائرة. Ensuite, elle montre la tour Eiffel. Ensuite, l'illustration montre la tour Eiffel. Montre la tour Eiffel. الصورة أيضا توضح برج إيفل. الموجود بفرنسا. Ensuite, il montre des palmes. نتكلم عن جريد النخل. كمال ونتكلم عن أغصان النخل. إذا نتكلم عن البالم المقصود بها جريد النخل. إذا كما قلنا الآن, l'illustration montre un oiseau transportant une lettre dans son bec. الصورة توضح طائران حاملا رسالة في منقاره. Un avion, يعني أن توضح طائرة. La tour Eiffel, يعني أن توضح برج إيفل. ثم دي بالم جريد النخل اون كونستركسيون ثم توضح بناية كي سامبل التي يشتبه كما نقول كي سامبل اتر التي يشتبه فيها ان تكون ان تمبل بوديست يعني كما نقول معبد بودي اون باغود اذا بما معناه باغود لومو باغود ديزين اليو où se trouve une relique et un lieu de culte pour les adeptes du bouddhisme. Le mot pagode. Et dans la parole pagode, désigne, يعني أن تعني, un lieu où se trouve une relique. نتكلم عن مكان حيث يوجد une relique. Relique المقصود بها ورفات قديس. نتكلم عن مكان يدفن فيه شخص تقدسه جماعة مثلا من الجماعات. إذن هذا الرفات يسمى غوليك. إذن نتكلم هنا عن باغود. ديزين اليو كلمة باغود أنها تعني اليو تعني المكان أولا. أو سوتخوف حيث يتواجد إن غوليك حيث يتواجد رفات قديس طبعا الذي تعتبره جماعته بأنه قديس. اليو دو كولت وممكن أن تعني مكان العبادة بور لي زادبت لأتباع. طبعا كلمة أدبت فالمفرد تعني الشخص اللي تيتبع واحد الحزب سياسي أو تيتبع واحد المذهب. تنتكلم على شخص تابع لحزب سياسي مثلا أو تابع لمذهب إذا نسميه أدبت. هنا طبعا نتكلم عن ليز أدبت. إذا نتكلم عن الأتباع. أتباع ماذا؟ دي بوديزم. إذا أتباع البودية. أتباع البودية. إذا نتكلم عن ليز أدبت دي بوديزم. أتباع البودية. إذن كما قلنا l'illustration montre un oiseau transportant une lettre dans son bec, un avion, la tour Eiffel, des palmes et une construction qui semble être un temple bouddhiste. Temple طبعا المقصود بمعبد. qui semble être التي يبدو أنها كما لو نقول تكون التي تبدو كما لو تكون كما لو نقول un temple bouddhiste كما لو نقول معبد بودي. إذن كما نلاحظ على الصورة على اليسار في الأسفل هناك بنايات على شكل صوامع إن صح التعبير. إذن واضح بأنها معابد ربما أنها معابد بودية بما يعني إن باغود كما قلنا. لا دوزيام كيستيون السؤال الثاني كال أنديكاسيون فورنيس لي تيتر. إذن أي دلالة
تمنح أو تعطي لتيتخ العناوين. إذن لأي دلالة تشير؟ كال انديكاسيون فورنيس لتيتخ. إذن أي دلالة تعطي أو تمنح كما نقولون؟ نتكلم عن الوفرب فورنير، نتكلم عن الوفرب فورنير يعني أنك تمون. مثلا فورنير دي برودوي يعني أنك تمون بسلع. فورنير دي برودوي يعني أنك تمون بسلع. فورنير دو كوا فيفر يعني أنك تمون بأي شيء للعيش. فورنير دو كوا فيفر يعني أنك تمون شيئا للعيش. المقصود أنك تمون بما يجعل الإنسان يعيش، كما نقول بأنك توفر من أي شيء للعيش. المقصود أنك توفر طعام. إذن فورنير دو كوا فيفر كما نقول هنا توفير من أي شيء للعيش، أي طعام كيفما كان أنه يبقي على الحياة. إذا نتكلم عن فورنير دو كوا فيفر ممكن أننا نقول فورنير دو لاد يعني أنك تمنح المساعدة، كما نقول بأنك تمون مساعدة. أو بيا فورنير دو لانفورماسيون يعني أنك كما نقول تمون بالمعلومة. فورنير دو لانفورماسيون يعني أنك تمون بالمعلومة يعني أنك تخبر بمعنى آخر، أو تعلم، أو أنك تمنح معلومات بصفة عامة. إذن هنا نتحدث عن هاد الدلائل. كال انديكاسيون، كال انديكاسيون فورنيس لي تيتخ، أي دلالات تمنح العناوين. طبعا كما نلاحظ على الصورة هناك عناوين، إذن ما هي دلالات هذه العناوين؟ كما نلاحظ عندنا بوست أيريان، أغ أوريون، ثم غاني دي طون إلى آخره. ثم هناك كتابات جانبية، إيطالي، غريس، إيراك، بيرس، أند. طبعا هناك مجموعة كتابات على هذه الصورة. إذن كال انديكاسيون فورنيس لي تيتخ؟ على ريبونس لي تيتخ انديك كو سات افيش ات اون بوبليسيتي بور لا بوست ايريان. إذن لي تيتخ انديك العناوين تدل او تشير كو سات افيش بان هذا الملصق ات اون بوبليسيتي بانه اشعار بور لا بوست ايريان كما نقول للبريد الجوي. إذا نتكلم عن بوست أيريان كوريي بار أفيون كما تشير بعض العناوين على هاد الصورة. بوست أيريان كوريي بار أفيون. إذا نتكلم عن بوست أيريان، إذا نتكلم عن بريد جوي ثم كوريي بار أفيون. طبعا كوريي المقصود بها ترانسبور دي لتر. إذا نتكلم عن نقل الرسائل دي جورنو، نقل الصحف. ثم أن كلمة كوريي ممكن أن تعني أم شارجي أوتخفوا، إذا نتكلم عن رجل مكلف قديما أوتخفوا يعني قديما دو بورتي بأن يحمل لديباش. طبعا لديباش المقصود بها البرقية أو الرسائل الرسمية. إذا الرسالة الرسمية أو البرقية تسمى ديباش. إذا نتكلم عن رجل قديما كان يحمل أو ينقل هاد الرسائل الرسمية ثم البرقيات يسمى لو كوريي. طبعا أيضا كوريي ممكن أن تعني كما قلنا حمل الرسائل ثم حمل الصحف. إذا نتكلم عن ترانسبور دي لتر أو بيا ترانسبور دي جورنو، إذا يسمى كوريي. على كل حال نتكلم عن كوريي المقصود بها مراسلة أو مراسل. إذا نتكلم عن مراسلة أو نتكلم عن ساعي البريد مثلا أو نتكلم عن ناقل البريد. إذن كما نتكلم عن مراسلة أو نتكلم عن ساعي البريد أو نتكلم عن نقل البريد. إذن هنا نتكلم عن كوري باغافيون، إذن نتكلم عن نقل الرسائل وما يشبهها باغافيون من خلال الطائرة. ثم عندنا جوبسيرف. جوبسيرف يعني أنا ألاحظ. لا بروميير كيسيون كي سوبوز كيل لو فورما دو ساتافيش. إذن ما هو شكل هاد الملصق؟ إذن ما هو شكل هاد الإعلان؟ كالا لو فورما دو ساتافيش. إذن ما هو شكل هاد الإعلان أو شكل هاد الملصق؟ كاري، هل هو مربع؟ أون بورتخي، هل هو أون بورتخي؟ عندما نقول أون بورتخي المقصود به سيتادير فيرتيكال يعني أنه يكون عمودي يعني تكون طويل واقف. إذن نقول أون بورتخي سيتادير فيرتيكال.
في الأصل كلمة بورتري تعني صورة أو رسم، هنا عندنا أون بورتري، إذن هاد العبارة بهذا الشكل تعني الصورة كما نقول واقفة، تعني أن الصورة واقفة وعمودية، إذن نتكلم عن أون بورتري، إذن نتكلم عن لو فورما أون بورتري. إذن طبعا السؤال هنا كيل لو فورما دو سات افيش، كاري هل هو مربع أون بورتري سيتادير فيرتيكال او بيان أون بيزاج، أو هل شكل الصورة أون بيزاج سيتادير هوريزونتال سيتادير هوريزونتال، يعني أنه أفقي، ملي تكون الصورة طويلة أفقية ماشي واقفة إذا نقول عنها أون بيزاج. طبعا كلمة بيزاج لوحدها تعني منظر طبيعي أو منظر ريفي، يعني في البادية، إذا هذا هو المعنى ديال كلمة بيزاج. هنا طبعا عندنا أون بيزاج، إذا المقصود به هوريزونتال، وكأنك تصور منظرا على طوله كما نقول أفقيا. المنظر طبعا سيكون تصويره أحسن لو صور بهذا الشكل. alors quelle est la bonne réponse، إذا ما هي الإجابة الجيدة؟ le format de cette affiche est un portrait، يعني أنه عمودي. pour la deuxième question، quels sont les éléments de cette affiche et qui attire ton attention؟ pourquoi؟ quels sont les éléments de cette affiche، ما هي عناصر هذه الصورة؟ quels sont les éléments de cette affiche، quels sont les éléments de cette affiche، ما هي عناصر هذه الصورة؟ qui attire ton attention، ثم pourquoi، لماذا؟ quels sont les éléments de cette affiche qui attire ton attention، إذن ما هي عناصر هذه الملصقة أو هذا الإعلان التي تجذب انتباهك؟ quels sont les éléments de cette affiche، ما هي عناصر هذا الملصق qui attire ton attention، التي تجذب انتباهك؟ quels sont les éléments de cette affiche qui attire ton attention، ما هي عناصر هذا الإعلان التي تجذب انتباهك؟ pourquoi، لماذا؟ طبعا الإعلان يتكون من شيئين، يتكون من الصورة ثم يتكون من الكتابة. عموما الإعلان يتكون من الصورة ومن الكتابة، العناصر التي تجذب الانتباه طبعا ستكون على مستويين، إذن هنا سنتكلم عن العناصر التي تجذب الانتباه على مستوى الصورة، ثم نتكلم عن العناصر التي تجذب الانتباه ولكن على مستوى الكتابة. ا دون ليلستراسيون، إذن على مستوى الصورة، لي زيليمون كي اتير لاتونسيون سون لوازو اي لا لتر ابري لافيون اي اونسويت اون لافيون، إذن عندنا لوازو اي لا لتر، إذن عندنا الطائر والرسالة، ابري اون لافيون وبعدها عندنا الطائرة، إذن هذا على مستوى الصورة. بي dans le texte، c'est-à-dire au niveau du texte، إذن على مستوى النص، على مستوى الكتابة، les mots en grosses lettres، les mots en grosses lettres، c'est-à-dire les éléments qui attirent l'attention، les éléments qui attirent l'attention sont les mots en grosses lettres. مسألة عادية، أن العناصر التي تجذب الانتباه طبعا على مستوى الكتابة، إذن هي الكتابة المكتوبة بشكل كبير، les mots en grosses lettres، إذن نتكلم عن الكلمات بالحروف الكبيرة، مثلا air orion كما نرى في الصورة، ثم post aérien، ثم gagne du temps، ثم في الأسفل tout votre courrier par avion، إذن كل رسائلكم عبر الطائرة، tout votre courrier par avion، كل رسائلكم عبر الطائرة. إذن هذه كتابات مكتوبة بشكل كبير، طبعا عادي أنها ستكون أول من يجذب الانتباه. après nous passons à je comprends، إذا نمر إلى je comprends، أنا أفهم، طبعا c'est le verbe comprendre، يعني فعل فاهمة، طبعا كما قلنا في غير مرة أنه يعني تضمن، أن الفعل يعني تضمن، إذا عندما أقول أنا أتضمن المقصود كما لو أنني أتضمن معلومات، بما معناه أنني أفهم. au milieu de la fiche، إذا في وسطي، الملصق في وسطي الإعلان، il y a deux dessins superposés، il y a deux dessins superposés،
إذن هناك رسمين superposés. طبعا عندما نتكلم عن لو فيرب superposé c'est-à-dire poser l'un sur l'autre, يعني أنك تضع واحدا فوق الآخر. إذن أنت عندما تضع واحدا على الآخر, إذن هنا تتكلم على لو فيرب superposé. طبعا هنا اللي عندنا في النص تنتكلم على هاد لي ديساه نصفهم بأنهم superposé, يعني أنهم موضوعين الواحد فوق الآخر. إذا نتكلم عن دو ديساه superposé, يعني أنهما موضوعان الواحد فوق الآخر. إذا أو ميليو دو لافيش, في وسطي الملصق, في وسطي هاد الإعلان الذي عندنا هنا, والذي قلنا عنه بأنه إشهار, والذي قلنا عنه بأنه إشهار للبريد الجوي. إذن هذا الإشهار في وسطه au milieu de l'affiche il y a deux dessins, il y a deux dessins, هناك رسمين superposés, يعني أنهما موضوعان الواحد فوق الآخر, يعني أنهما موضوعان الواحد فوق الآخر. que représente-t-il, que représente-t-il, ماذا يمثلان؟ إذن هاد الرسمان الموضوعان الواحد فوق الآخر, que représente-t-il, ماذا يمثلان؟ à la réponse, في الجواب, ces deux dessins superposés représentent un oiseau tenant une lettre dans son bec et un avion. ces deux dessins, كما نلاحظ في الصورة, ces deux dessins, هاد الرسمين superposés, superposés, الموضوعان الواحد فوق الآخر, représentent, يعني أنهم يمثلان, un oiseau, يمثلان طائرا, tenant, نتكلم على الverb tenir, يعني أنه يقبض. إذن tenir المقصود به قبضة. tenant, كما نقول قابضا. إذن ريبريزونت يعني أنهما يمثلان من جهة أن وازو تونو. إذا نتكلم عن طائر قابضا, قابضا ماذا؟ إن لتر, قابضا على رسالة. دون سون بيك, دون سون بيك يعني أنه قابض عليها بمنقاره. أي أن نافيون, وهذا الرسم أيضا يمثل من جهة أخرى أن نافيون, يمثل طائرة. سي دو ديسان سوبوربوزي ريبريزونت أن وازو تونو إن لتر دون سون بيك et un avion. Nous passons à la deuxième question. Quelle relation existe-t-il entre les éléments représentés par ces deux dessins? Quelle relation existe-t-il entre les éléments représentés par ces deux dessins? أي علاقة توجد بين هاد العنصرين الممثلين par ces deux dessins بالرسمين؟ أي علاقة توجد بين العنصرين الممثلين بهاد الرسمين؟ إذن في الجواب, الوازو et l'avion peuvent tous les deux transporter du courrier. إذن الطائر والطائرة peuvent, عندنا لو فيغ بوفوار, يعني أنهم يستطيعان, tous les deux يعني الاثنان كلهما, transporter du courrier يعني أن الاثنان يستطيعان حمل الرسائل. الوازو et l'avion peuvent tous les deux transporter du courrier. إذن الطائر والطائرة الاثنان يستطيعان حمل الرسائل. طبعا هنا توضيح, الوازو سيسيبتيبل, اذا نتكلم عن الطائر, اذا كابابل دو ريسيفوار, اذا نتكلم عن القادر على استقبال او بيان دو فير, او القادر على ان يفعل. اذا كمان نتكلم عن المهيئ, الوازو سيسيبتيبل, الطائر المهيئ دو ترونسبورتي, المهيئ لحمل. الوازو سيسيبتيبل دو ترونسبورتي دي كوريي, اذا نتكلم عن الطائر المهيئ لحمل الرساله كما نقول. اذا ليست كل الطيور تستطيع حمل الرساله. طبعا هناك طائر مهيئ لهاد المهمه. اذا الوازو سيسيبتيبل دو ترونسبورتي دي كوريي, اذا الطائر المهيئ لحمل الرسائل كما نقول, اي لو بيجون فواياجور, اذا نتكلم عن الحمام المهاجر او الحمام الزاجل. جادي يعني قديما, اون سوفون يعني اننا غالبا, المقصود بان الناس غالبا, في ابل يعني انهم نادوا, بيجون فواياجور يعني كما نقول بانهم كانوا في الغالب ينادون عليه, المقصود بانهم كانوا يستعملونه. نوطامون اون طون دو غير, خاصه, نوطامون خاصه اون طون دو غير, في وقت الحرب. إذن قديما, إذن في وقت الحرب الجيوش كانت تأخذ معها هذا النوع من الحمام
وعند الحاجة تستعمله pour transporter des messages لنقل رسائل. إذن طبعا الجيوش عند الحاجة كانت تستعمل هاد النوع من الحمام لإرسال رسائل إلى الإدارة المركزية مثلا من أجل إخبارها بنتائج المعارك مثلا أو بأمور أخرى. رومبلي ستيل لو فيرب رومبليغ يعني ملأ. هنا الملء هو فقط رمزي. لو فيرب رومبليغ هذا فعل ملأ. أقول مثلا il remplit sa maison de balles en plastique يعني أنه ملأ منزله بكرات من البلاستيك. il remplit sa maison de balles en plastique يعني أنه هو ملأ منزله بكرات من البلاستيك يعني أنها مصنوعة من البلاستيك. إذا نتكلم على لو فيرب remplir يعني أنه ملأ شيئا بشيء، ولكن ممكن أننا نقول il remplit sa mission ونقول أيضا il remplit sa mission يعني أنه يملأ مهمته، المقصود بأنه ينجز مهمته. إذن عندما يقوم شخص بمهمته فكأنه يملأها. إذا قام الشخص بمهمته على أحسن وجه فكأنه ملأ دوره. الملء هنا فقط معنوي. إذن عندنا في السؤال هنا remplit ستيل، هل هما يملأان توجور دائما لو ميم رول نفس الدور اكتويلمو يعني حاليا؟ اذا نتكلم عن الطائره والطائر رومبلي ستيل، هل هما يملأان توجور دائما لو ميم رول؟ لو ميم رول يعني نفس الدور. الدور المعروف في الحاله التي عندنا هنا هو نقل الرسائل. طبعا عندنا اكتويلمو، اكتويلمو يعني حاليا في وقتنا الراهن. هل الطائرة والطائر يملأان ويقومان لو ميم رول، يملأان دائما نفس الدور؟ المقصود أنهما يؤديان دائما نفس الدور في وقتنا الراهن. واش الناس باقين الآن تيرسلوا الرسائل ديالهم مثلا عبر الطائر؟ واش الناس مازال تيحتاجوا حاليا في وقتنا الراهن الطائرة والطائر أنهما ينقلان لهما الرسائل؟ فإذا كانوا الناس تحتاجوا الطائر والطائرة باش يحملوا لهم الرسائل في وقتنا الحالي، فهذا تعني بأن الطائرة والطائر لا زال دائما يملأان نفس الدور. في الحالة نقول il remplit toujours le même rôle actuellement يعني أنهم يملأان بالطبع نفس الدور حاليا. ثم في السؤال الآخر lequel des deux évoque le passé، إذن من من الاثنان يعني أنه يذكر بالماضي lequel évoque le présent، ومن يذكر بالحاضر؟ إذن أكيد أن واحد منهما كان له عمل في الماضي والآخر له عمله في الحاضر. aujourd'hui on utilise des moyens de communication très sophistiqués، إذن اليوم نستعمل وسائل تواصل جد متطورة. et ce type de correspondance n'est plus nécessaire، وهذا النوع من المراسلات لم يعد ضروريا. comme la transmission de messages par le biais de pigeons voyageurs، المراسلات التي تتم عبر الحمام الزاجل. إذن هذا النوع من المراسلات لم يعد يعني مستعملا ما دمت أن هناك وسائل تواصل جد متطورة. إذن ce type de correspondance n'est plus nécessaire aujourd'hui، يعني أن هذا النوع من المراسلات لم يعد ضروريا في يومنا هذا. l'avion et l'oiseau ne remplissent pas le même rôle actuellement، يعني أن الطائرة والطائر لا يملأان نفس الدور في يومنا هذا حاليا. les pigeons voyageurs ne sont plus utilisés depuis la guerre de 1945، les pigeons voyageurs ne sont plus utilisés depuis la guerre de 1945. الحمام الزاجل لم يعد مستعملا منذ حرب 1945. lequel des deux évoque le passé، إذن من من الاثنان يستدعي الذاكرة للماضي؟ bien sûr c'est l'oiseau ou bien c'est le pigeon voyageur qui évoque le passé، إنه الحمام الزاجل الذي يستدعي ذكريات الماضي كما نقول. lequel évoque le présent، من يستدعي ذاكرة الحاضر؟ lequel évoque le présent، c'est l'avion qui évoque le présent،
إذن الطائرة هي التي تدل وتستدعي ذاكرة الحاضر. إذن لوازو إيفوك لو باسي. إذن الطائر يستدعي الماضي لافيون لو بريزون. المقصود لافيون إيفوك لو بريزون. لافيون إيفوك لو بريزون يعني أن الطائرة تستدعي الحاضر. Pour la quatrième question, que représentent les mots qui figurent autour de l'image ? إذن ماذا تمثل الكلمات qui figurent التي تظهر autour de l'image حول الصورة. إذن ماذا تمثل الكلمات التي تظهر حول الصورة؟ Que représentent les mots qui figurent ? عندنا le verbe figurer. نتكلم عن le verbe figurer. هذا الفعل عنده علاقة بلا figure. لا figure. المقصود بها هي الصورة أو الشكل أو الوجه. لو فيزاج دو لوم يعني وجه الشخص. وجه الإنسان يسمى فيغور. عندنا هذه الصورة تحيط بها كلمات كو ريبريزونت لي مو كي فيغور اوتور دو ليماج. إذن ماذا تمثل الكلمات كي فيغور التي كما نقول تظهر على الواجهة اوتور دو ليماج حول الصورة. الكلمات التي تظهر بجانب الصورة مثلا إيطالي، غريس، إيراك، فرانس، سيري، أندوشين إلى آخره. إذن هناك أسماء دول كثيرة حول هذه الصورة كما نلاحظ. إذن كو ريبريزونت لي مو كي فيغور أوتور دو ليماج. إذن ماذا تمثل الكلمات التي تبدو في الواجهة حول الصورة؟ إذن لي نو أوتور دو ليماج الأسماء حول الصورة représente les destinations يعني أنها تمثل الوجهات. La destination مقصود بها الوجهة. Les noms autour de l'image الأسماء حول الصورة représente يعني أنها تمثل les destinations تمثل الوجهات desservies يعني المخدومة كما نقول par la poste aérienne يعني المخدومة كما نقول من طرف la poste aérienne البريد الجوي à partir de Paris انطلاقا من باريس سيمبوليزي كما نقول المرموزة المقصود المرموز إليها باغ لا تور إيفل المرموز إليها ببرج إيفل كما نرى في الصورة ثم إيطالي غريس إيراك إتسيتيرا ثم هناك إيطاليا ثم اليونان ثم هناك العراق إلى آخره ثم هناك أسماء أخرى طبعا. عندما نتكلم عن الوجهات التي يخدمها البريد الجوي المقصود أننا نتحدث عن الأمكنة التي يذهب إليها البريد الجوي. إذن فنحن بطريقة أخرى نتحدث عن الأمكنة التي يتوجه إليها البريد الجوي. بمعنى آخر أن هناك أمكنة أخرى لا تذهب إليها طائرته، وبالتالي إذا أراد شخص أن يرسل رسالة إلى هذه الأمكنة الأخرى فهو يقول لك أنا لا أخدمها وطائراتي لا تذهب إلى هذا المكان. إذن طبعا خدمته تقتصر على وجهات معينة مذكورة كما رأينا في الصورة. إذن les noms autour de l'image représentent les destinations desservies par la poste aérienne à partir de Paris symbolisées par la tour Eiffel, Italie, Grèce, Irak, etc. Concernant la cinquième question, d'après le texte, qui est l'émetteur de cette publicité? D'après le texte, qui est l'émetteur de cette publicité? إذن من خلال النص, qui est l'émetteur de cette publicité. إذن من هو مرسل هذا الإشهار؟ طبعا l'émetteur المقصود بها المرسل تأتي من فعل émettre. émettre يعني أنك ترسل أو تبث. مثلا تبث إرسالا، مثلا تبث برنامج من على قناة. إذن المقصود أنك ترسله أيضا. إذن نتكلم عن le verbe émettre. إذن d'après le texte, qui est l'émetteur de cette publicité؟ إذن من خلال النص من هو مرسل هذا الإشهار أو هذا الملصق؟ في الجواب l'émetteur de cette publicité est la poste. إذن مرسل هذا الإشهار هو البريد. l'émetteur de cette publicité est la poste. Pour la sixième question, relève l'énoncé où l'on emploie l'impératif. Quel rapport y a-t-il entre cet énoncé et l'image? Relève l'énoncé, comme on a dit, استخرج العبارة. Relève l'énoncé, استخرج الصيغة. Comme on a dit, استخرج الصيغة, ou استخرج العبارة. Relève l'énoncé,
او لو نومبل ولا امبيراتيف، حيث نستعمل الامبيراتيف، حيث نستعمل الامر. يستخرج العباره حيث نستعمل الامر. غوليف لي نونسي او لو نومبلوا لامبيراتيف، استخرج العباره حيث نستعمل فيها لامبيراتيف يعني الامر. كال رابور ياتيل، اي علاقه او اي رابط ياتيل هناك انتر سيت انونسي، انه موجود بين هد العباره الايماج ثم الصوره. اذن اي رابط بين العباره التي تتضمن الامر وبين الصوره. غوليف لينونسي او لو نومبلوا لامبيراتيف، اذن استخرج العباره او الصيغه او لو نومبلوا لامبيراتيف حيث نستعمل فيها الامر. كال رابور ياتيل انتر سيت انونسي اي ليماج، اي علاقه موجوده بين هاد الصيغه التي فيها الامر الايماج والصوره. طبعا هذا الاشهار يتكون من صوره وكتابات، الاشهار يتكون من صوره وكتابات كما نلاحظ. اكيد بين الصوره وبين الكتابات هناك علاقه. في الجواب لينونسي افيك لامبيراتيف اي، لينونسي افيك لامبيراتيف اي. اذا نتكلم عن الصيغه التي فيها الامر هي لينونسي افيك لامبيراتيف اي، إذن الصيغة مع الأمر هي غاني دي طون. إذن واضح بأنه على الصورة الصيغة التي تتضمن أمرا هي غاني دي طون، إرباح الوقت، غاني دي طون إرباح الوقت. إذن أشنو العلاقة بين هاد الصيغة وبين الصورة؟ إذن ما هي العلاقة الموجودة بين هاد الصيغة التي تتضمن الأمر وبين الصورة؟ أوتخموندي بمعنى آخر، شرح هذه الصيغة هو الذي سيوضح العلاقة الموجودة بينها وبين الصورة. إذن autre monde بمعنى آخر، envoyez votre courrier par avion. envoyez votre courrier par avion. ارسلوا رسالتكم عبر الطائرة. envoyez votre courrier par avion. ارسلوا رسالتكم عبر الطائرة. cela ira plus vite. يعني أن هذا سيسير بشكل أسرع. cela يعني هذا إيغا، هذا لو فيرب آلي أو فيتيغ سامبل. إذا هذا فعل ذهب مصرف في المستقبل. سولا إيغا يعني أن هذا سيسير بلو فيت، أكثر سرعة. يعني أن إرسالكم لرسالتكم عبر الطائرة سيكون أسرع. إي نون با باتو. المقصود هنا أنفويي فوتر كوريي باغ أفيون إي نون با باتو. إرسلوا رسالتكم عبر الطائرة وليس عبر الباخرة. Envoyez votre courrier par avion. Envoyez votre courrier par avion et non par bateau. ارسلوا رسالتكم عبر الطائرة وليس عبر الباخرة. Comme c'était encore possible. كما كان حينئذ ممكنا. À l'époque, في الزمان. Au satafish est apparu. حيث ظهر هذا الملصق. حيث ظهر هذا الإشهار. هنا نتكلم عن زمان كانت لا زال ترسل فيه الرسائل عبر الباخرة. ثم ظهرت الطائرة كشيء متطور حينئذ. نتكلم عن زمان بدأت تستعمل فيه الطائرة في حمل الرسائل كشيء متطور، لأن الناس كانوا قبل ذلك يحملون رسائلهم عبر الباخرة، وإرسال الرسائل عبر الباخرة يستغرق وقتا. إذن كما قلنا لينونسي افيك لامبيغاتيف اي غاني دي طون، اوتر موندي انفوي فوتر كوري بافيون سولا ايغا بلو فيت اي نون با باتو. Quand c'était encore possible à l'époque, où cette affiche est apparue. Et dans le final, notre question, le texte sur l'affiche est-il simple et clair? Le texte sur l'affiche est-il simple et clair? Et dans un nos, le موجود على هذا الإشهار est-il simple et clair? هل هو بسيط وواضح? Le texte sur l'affiche est-il simple et clair? Et dans un nos, le موجود على الإعلان أو الملصق، هل هو بسيط وواضح؟ ثم كيل لو سلوغون بيبليسيتير، كيل لو سلوغون بيبليسيتير، كيل لو سلوغون بيبليسيتير. ما هو الشعار الإشهاري؟ ما هو الشعار الإشهاري كما نقول؟ ما هو الشعار الذي يحمله الإشهار؟ كيل لو سلوغون بيبليسيتير، ما هو الشعار الإشهاري؟ طبعا هذا الإشهار يتضمن شعارا. ما هو هذا الشعار؟ إذن في الجواب لو تيكست سور لافيش، إذن النص الموجود على الإشهار
est simple et clair. يعني أنه بسيط وواضح. On comprend immédiatement qu'il s'agit d'une affiche commandée par la poste. يعني أننا نفهم في الحال. On comprend immédiatement. يعني أننا نفهم في الحال qu'il s'agit d'une affiche commandée par la poste. نفهم بأنه إشهار موضوع من طرف البريد. إذن on comprend immédiatement qu'il s'agit d'une affiche commandée par la poste. إذن نفهم بسرعة أو في الحال qu'il s'agit بأنه يتعلق d'une affiche يتعلق بإشهار commandée par la poste. كما نقول بأنه مطلوب من طرف البريد. المقصود أن البريد هو الذي يقف وراءه. Le slogan publicitaire est gagné du temps. إذن الشعار الإشهاري هو إرباح الوقت. فوزوا بالوقت. إرباح الوقت. Le slogan publicitaire, إذن الشعار الإشهاري هو gagné du temps, إرباح الوقت. Je retiens dans une affiche, l'image et le texte se complètent. Dans une affiche, l'image et le texte se complètent. إذن في إشهار الصورة والنص se complètent. يعني أنهما يتكاملان. أحدهما يكمل الآخر. كل واحد منهما يكمل الآخر. Dans une affiche, في إشهار, l'image et le texte se complètent. إذن الصورة والنص يتكاملان. أحدهما يكمل الآخر. ثم le texte qui figure sur l'affiche doit être simple et clair. Doit être simple et clair. إذن النص الذي يبدو أو يظهر. Le texte qui figure. النص الذي يظهر sur l'affiche. على الإشهار doit être simple. يجب أن يكون بسيطا clair وواضحا. ثم il comporte يعني أنه يتضمن souvent في الغالب un slogan publicitaire. Un slogan publicitaire يتضمن شعارا إشهاريا. المقصود به message essentiel de l'affiche. إذا نتكلم عن الرسالة الأساسية لهذا الإشهار. إذا نتكلم عن رسالة أساسية يريد أن يوصلها هذا الإشهار. مثلا عندنا هنا هذا الإشهار يدعو الناس إلى إرسال رسائلهم عبر البريد الجوي. إذا مثلا عندنا هنا هذا الإشهار يدعو الناس إلى إرسال رسائلهم عبر البريد الجوي وليس عبر الباخرة. كما نلاحظ بأن البريد الجوي يدعو من خلال هذا الإشهار إلى ربح الوقت. غاني دي طون. La question qui se pose ici, est-ce que vraiment la poste aérienne est-elle intéressée à faire gagner du temps aux gens? هل البريد الجوي فعلا يهمه أن يربح الناس الوقت؟ هل البريد الجوي فعلا يهمه أن يربح الناس الوقت؟ هل صحيح أن البريد الجوي كما يدعو في الإشهار بأنه يهمه أن يربح الناس الوقت؟ Pas nécessairement. في الجواب pas nécessairement. ليس بالضرورة. الذي يهم البريد الجوي بالدرجة الأولى هو أن يربح. الذي يهم البريد الجوي بالدرجة الأولى هو أن يربح. هو أن يأتيه الناس كثيرون ثم يضع عنده الرسائل ثم يربح في هذه الخدمة. طبعا هو يقول للناس اربحوا الوقت، بمعنى آخر تعالوا إلى خدماتي التي تجعلكم تربحوا الوقت. طبعا هو يعرف بأن الناس يهمهم أن يربحوا الوقت، وبالتالي إذا استطاع أن يقنعهم بخدمته طبعا هو سيربح من وراء هذه الخدمة. نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.